السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بغيت ان شاء الله ندير واحد الطريقة ديال الدنجال، ان شاء الله غادي تعجبكم. اول حاجة غادي نحتاجوها من طبيعة الحال هو الدنجال، وعندي هنايا واحد جوج بيضات، عندي فلفل الوان كما شفتوا، عندي البصلة مقطعاها طريفات صغار ومطيشة حتى هي مقطعة صغيرة، عندي واحد المعلقة ديال النشا مايزينا، والتوابل غادي ندير غير الملحة والبزار. خليكم معايا. اول حاجه غادي ناخذ هذا الدنجال، غادي نقطعو شويه، يكون ديروش رقيق بزاف، نقطعو على هذا الشكل. غادي نقطعو مباشرة، ما غاديش نخليه لا في الماء لا في الملح لا والو. غادي نجيب شي قطعة على هاد الشكل، ولا غير كاس، ولا غير معلقة، كل واحد واش بغى يخوي. هذا انا غادي الكبار نقطعهم بهذا، والصغار غادي الصغار حتى هما غادي نديرهم صغير، شفتو صافد بهادو. نستمر نكمل نفس الطريقة، ديرها بحال هكا هو كيخرج. بالنسبة لهاد الصغار غادي ندير هاد القطعة، ودابا غادي ناخد هاد الدنجال وغادي نقطعو قطعة صغيرة، يعني رقيقة وصغيرة بزاف، باش هكا كيطيب ما يبقاش خضر، باش كيطيب بسرعه، طيب مع هاد كل الخضر اللي غادي نخلط معاه. كيف ما كتشوفوا، كيف ما واضح امامكم، انا دابا كنقطع فيه في الدنجال، يعني قطعو رقيق. غادي نستمر حتى نكمل هاد الكميه اللي عندي ديال الدنجال، نكمل في التقطيع. هنا من بعد ما قطعت الدنجال كما شفتوا قطعته رقيق، قد ما لقيتو تقطعوه رقيق يكون من الاحسن باش يطيب بسرعه. غادي نجيب دابا هاد الخضره، كما شفتوا فلفله مطيشه بصله، عندي هنا البيض، درتو في زلافة كبيرة باش نقدر نحركو على خاطري. نضيفو على هاد الخضرة، وعندي هاد المعلقة ديال النشا، نحتاج الملحة، وغادي نحتاج البزار، صافي، وغادي نبقى نخلط.
هنا خديت المقلة درت فيها شوية ديال الزيت ونحطها تسخن. هنا سخنت الزيت شوية وجبته، ولكن راه بدا كيبرد. هاد العملية هادي نقدروا نديروها وهي فوق البوطة، غير انا ما عنديش البلاصة فين نحط هاد السيبورة اللي كنحتاج، باش الحامل اللي كيهز ليا التليفون ما عنديش فين نحطه. المهم كناخد هاد الخضرة هادي كيف ما شفتو، كنديرها وسط هاد الدوائر ديال الدنجال. هاد الشكل كيجي زوين في المنظر وكيجي زوين حتى في المذاق. وانا هنا راه نسيت واحد المعلقه كبيره ديال الربيع، راني معدنوس كنت مقطعه وحاطاه حدايا في الجنب، ولكن سبحان الله نسيته. ديروه نتوما، انا ما تفكرتوش حتى من بعد عاد تفكرت، ولكن ماشي مشكل. المهم نتوما اللي فاش بغيتو ديروه ديروا الربيع حتى هو مهم. صافي، وفاش غادي نحطها فوق البوطه غادي نقص البوطه مزيان باش ما نجهدهاش، ما نجهدش العافيه، نقص البوطه مزيان باش بحال هكا كطيب لي هذيك الخضره على خاطرها. ماشي غنحطها الا جهدنا العافيه غادي غير تحرق كلها وما غاديش ما غاديش تطيب، وخصوصا عندنا الدنجال هو اللي خاصو يطيب مزيان بالدرجه الاولى. ونغطيها، حتى الغطاء هو مهم اننا نغطيوها، نقصو البوطه ونغطيوها بحال هكا كيطيب مزيان. واخا تيخرج شويه البيض معليش ماشي مشكل. صافي، انا غادي نستمر نكمل على هذه الطريقه كيف ما واضح امامكم. دابا غادي نقلبو، حسيت به طاب من تحت، وغادي نقلبو الجهة الاخرى باش يطيب عليها حتى هي. شفتو كيفاش كيجي محمر وكيجي زوين مني كنقصو عليه البوطة وكنغطيوه كنعطيوه الوقت فين يطيب بحال هكا كيجي زوين رائع. باين الشكل ديالو باين زوين، كنتمنى ان شاء الله يعجبكم. وصافي، انا غادي نكمل نخليه يطيب على خاطره ونكمل الكمية الاخرى اللي باقي عندي، ونتلاقاو مع الشكل النهائي نشوفوه في طبق التقديم. هذه طريقة زوينة، ما كنديروهاش بزاف، حنا اكثرية كنديرو غير زعلوك ولا كنديرو شكيلات اخرين، ولكن هذه الطريقة ما كنستعملوهاش بزاف، حتى هي نجربوها. هذا هو الشكل النهائي ديال الدنجال اللي معمر بالخضرة وبالدنجال مقلي. اللي بغى في الحقيقة كيجي مقلي كيجي زوين. كنتمنى يعجبكم، فعلا كيجي بنين، كنتمنى تجربوه وكنتمنى يعجبكم. وإلى اللقاء، فيديو قادم إن شاء الله. وإذا عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة اللي كنتم مشتركينش، مرحبا بكم وشكرا لكم. واللايك الفيديو. وهاد الدنجال أنا كنفضل أنه أي حاجة مقلية كنفضلها تكال مع الغداء، من أحسن ما تكال في الليل.